هذا اليوم 18 جوان 2024 وقع حادث مرور هميز بالتاريخ الوطني رقم 14 الرابط بين مدينتي تيرت وسمسيلت. الحادث وقع إثر تجاوز خطير لسيارتين نفعيتين. الحادث للأسف خلف 4 قتلى و 6 جرحى، نقلوا إلى مستشفى تيرت، نسأل الله الشفاء العاجل لهم، ونطلب من مستعملي الطريق احترام قانون المرور والحيطة والحذر أثناء السياقة، ويقر رقم أخضر للدرك الوطني 1055 تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن أي تجاوزات أثناء السياقة.